السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيت لكم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كروس الخطايا السبعة. فيديو اليوم راح نلعب بي في بي للمرة الثانية ونشوف هل راح نقدر نوصل الشامبيون 1 ولا لا. بس خلينا نشوف الصوت هيك اوكي، اعتقد هيك الصوت اوكي ولا لسه بده شوي. وطي الصوت شوي، ايوه هيك منيح اعتقد. طبعا جربت كثير تيمات وخسرت كثير مرات، هاي المرة ما بعرف ليش انا عم العب غلط وعم يجي اللي ضدي شوي، يعني كمان عندهم حظ. حنحاول هالمرة نقدر نعمل شيء، وحاولت اعمل تيم جديد اللي هو هذا التيم، خلينا نشوف هل راح ينفع ولا لا. طبعا هذا التيم ما بينفع لما تكون عم تلعب 4 versus 4، لانه حاطط معي شوف السي سي تبعي، تيم سي سي تبع 125، هدول هذا 5-6 وهذا 2-6 اعتقد، لا سوري 6-6 وشاندلر 1-6، وهذا طبعا ليفله 15 الزلمه. بدي احاول اخليه يموت بسرعه مشان اجيب التيميت باي حدا بالتيم تبعي. الزلمه ما عنده سي سي كل تيمي، بس خلينا نشوف شو حيعمل، لانه بدنا نحاول نجيب التيميت باسرع. هل بيموت هذا ولا لا؟ هون السؤال، بيحاول يقتل حدا فورا؟ بيحاول يقتل مليودس على طول؟ بيموت مليودس بضربتين حتى لو كان شو اسمه بيموت؟ اذا كرت مات، اذا ما كرت ما مات. حلو. بنعمل هيك، نعمل هيك، نعمل هيك. طبعا تيمنا حلو، بس مشكلة، المشكلة الوحيدة بتيم انه ما في التيمت، يعني ما في حدا بيشيل الالتيمت، بيضل بيطلع لي هذا الكارت. انا بدي الكارت الثاني مشان اقدر اعمل تونت، اذا طلع لي كارت ثاني فيني اعمل تونت. اوكي شلته، وبعدين اوكي ترى انا ما راح اضرب هلا، هذا ليكون بوت. مش كمان على كارت لليودس، خذ ببلاش ما بقول لا. لحظة شوي، كانسل، بدي اشوف براودرين عليه لبس شيء. ليش متنك الزلمه؟ لا لحظه، في لبس ولا ليش عليك لبس؟ اتاك مو مشكله، بدنا نشيله مشان هيك انا اصلا ما حطيت اتش بي فود، انا الافضل اللي حط اتش بي فود، صار بحط اتش بي فود مشان ما هذا يتنك. بدي تبع جوثر اللي او اي تقتله، لو كان اس اس ار كان مات، بس المشكله انا اوريدي مطوره ال 15. خلينا نشوف راح نقدر نفوز جيم. بدي اشوف عدد الجيم كم خسران، خسران انا. هو فكر حاله عامل شغله كثير كبيره لما طلع له اثنين ستان، قال لك واو اثنين ستان هلا ما بخليه يعمل شيء. حلو، عنده اثنين بيعملوا اي او اي، مارلين و شو اسمه جوثر. خلينا نشوف شلون حيلعبها، اعتقد راح يحط درع ورانكب لاسكانور ويوقف اعتقد. معتلكم احنا هلا بنعمل هيك، نعمل هاي، بنعمل هاي، هاي مبدئيا يعني يا رب يطلع لنا كرت ثاني تونت. لا
بدنا نجرب عليه الكومبوهات هل راح ينفع ولا لا، فخلينا نشوف هل راح يعمل شيء. بدنا نجيب تكفى جيب لي تونت، بس المشكلة نعمل هاي مبدئيا. اي واحدة نعمل هاي وبس، نحاول على اساس نجيب التيمت. شو اسمه هيرتو بيعمل ريفليكت دامج حلو كتير، اجانا تونت صار ما يجيب التيمت هلا. حلو جاب التيمت، نعمل هيك و نعمل هاي لاسكانور. ما بعرف اذا هو صار له دورين ولا لا، يعني هلا حيصير اميون اعتقد. بقى ما استفدنا شيء من العملية، يا ريت نعملها على ارثر. تكفى اللي شو اسمه ها راح يشيل تيمنا كله. هون السؤال هو شو؟ طبعا 6-6 اكيد، 6-6 اكيد. نجربها. مش كان مو ضاربنا ولا ضربة هو الزلمة، علشان ليش ما معي التيمات؟ ممكن اعرف انا هلا خسرت، بس نعمل هيك لعل وعسى. لا لا يا حبيباتي، لا يا حبيبي يلعن. خلينا نشوف حموت ولا لا، ما علينا ولا دي باف ولا باف. هلا اكيد راح يضربنا ضربه بعدين، تخيل يضربنا سواب عشان نحط علينا الباف. لا بشيلنا بشيلنا علينا 600 اجنايت. فاكينج جي جي. لا لا انا شوف انا خسرت حالي وهو جاب التيميت بسرعه وانا اعمل لكم. انا مشكلتي الوحيده اني ما عندي، بس مشكله شاندلر بدي اياه، شاندلر بدي اياه مشان نجرب مع زلدريس، بس مشكله نفس الخريه. لا انا بدي اياه مشان الاي او اي نجرب زلدريس. انا احنا عم نخسر ونخسر، ليش ما نجرب؟ اعلى منه سي سي. يلا وهيك، بس هيك راح يضرنا كمان زلدريس. لا لا ما بس تبعه ما تشتغل غير على ضدنا اعتقد. ايه شو اسمه مو شغاله. هذا نفسه، لا هذا واحد تاني اسمه دانتي. يا رب يا رب يا رب يضربني اي او اي باي حدا. هلا لازم هي اللفه فورا نعمل هي الحركه. شكله بوت، اذا بوت راح يضربني اي او اي. لا ضربتين كيو. يلا كيو اقتل شو اسمه. هاي المشكله لما يكون البوت بيضرب دائما اللون اللي هو عليه ادفانتج. بل احنا بنعمل هيك وبنعمل رابشر وبنعمل هاي مبدئيا، هاي مشان ما يجيب التيميت. وهي شوية دامج. الحلو لما لما يموت هاد بيعمل ريموف ديباف، يعني حتى تبعت كيو راح يروحوا. بس بدنا هلا يضرب
اي او اي بدنا يضرب اي او اي. لا لا شو عم نعمل؟ نعمل هيك، نعمل هيك وهيك. لا يلا مو مشكلة، على ما تجي هاي. عم اغلط كل غلطة أكبر من الثانية يا زلمة. تكفى اقتلي بقى. منيح على هيك، ممتاز. سارة ما قتل الفريق كله. ايوه هاي جبنا الالتيميتين هلا المفروض. هاي اهم التيميت بصراحة. نعمل هيك، نعمل هاي ولا لا هاي احسن. بعدين هاي كنت عم فكر اعمل حركتين مليودس، بس الالتيميت احسن. مشكلة هلا ممكن يجيب التيميت، انا ما معي، ما عم يطلع لي الكرت الثاني تبع شو اسمه. اعتقد ممكن يموت. صدق ايه مات 100,000، ما احلامه يموت. هلا شوفوا هذا اكيد بوت هيك ربحنا عليه، لانه هو كان في يعمل مليون شغله غير هيك. تعرف شو حاعمل؟ شوف شو حاعمل. حطه على اليسار. اوكي بيجينا تونت فورا فيه. هلا شوف كل واحد عنده مساوي وعنده محاسن. هلا تشاندلر عنده تونت وعنده حركه اللي بتشيل السبيشال افكت، بس زلدرس عم يخلي اللي ضدي ما يعمل التيميت، وهذا الشيء اللي انا بدي اياه. مثل هذا بس هذا فريق رش التيميت. شايفين فورا بده يجيب التيميت، فورا ما في عنده حل وسط. زلمة فورا بده يجيب التيميت. هلا احنا بنعمل هيك، نعمل هيك، ولا خلينا نعمل هي اول شيء قبل ما يكون حاطط ايفيجن، بعدين هاي، بعدين هاي. ما في حتى لو حطيناه هون ما عم يجيب التيميت للزلمه. كرت ذهبي وكرت سيلفر. ولك تعال ليش تعمل هيك؟ نعمل هيك هيك بعدين هيك. لأنه اوريدي يعني ما معنى تونت، فإذا بده يعملون على ميلودس راح يعملون على ميلودس شو ما صار. ثلاث كروت جولد بايده. هي اول واحد، ثلاثة سيلفر، وهلا جولد مليوداس. شو بدي اعمل؟ هي متى رش التيميت؟ شو بدنا نعمل؟ ولما تطلع ضد واحد
فشايفين كم كرت عم يعطونا الكروت الزباله اللي ما بدنا اياها، احنا بدنا كروت الجز مشان نعرف نلعب. يعني حطيته على اليسار للزلمه على اساس مشان ناخذ كروت اكثر لإله، ومع هيك ما عاد يعطونا ابدا كروت لإله. يعني لو اعطيني كرت التونت كنت 100% ممكن اعمل رجعه، بس الزلمه ما في، ما عم ينقطع من الرانك. Thank you.
استمتعتوا في لايك الفيديو وشكرا على القناة، شكرا كل جديد منه، وشكرا على خير فيديوهات تانية، مع السلامة.